النهارده بنشارك في عيد الفلاح بالاتفاق مع محافظه الجاهليه. طبعا احنا بحب بس اقول ان احنا بيبقى عندنا الاولويه القصوى سواء للفلاح او للمزارع، واحنا بنقدم ليهم خدمات كتير طبعا، سواء عن طريق وسائل الدفع الالكترونيه اللي هي بتسهل للفلاح ان هو او المزارع ان هو يقدر يقضي احتياجاته بشكل من غير ما يكون محتاج ان هو يحمل الكاش. زائد ان طبعا في مبادرات كتيره جدا للفلاح وللمزارع، بيبقى سواء على مستوى القروض او سواء على مستوى السماد، بتبقى بفايده لا تعتبر طبعا فايده خالص بالنسبه للبنوك التجاريه. البنك الزراعي بيقول للفلاح ان انتوا الاولويه القصوى للبنك الزراعي سواء للفلاح او المزارع. احنا اصلا هدفنا ان ما فيش شكوى لا من فلاح ولا من مزارع في جميع المجالات. الدول الزراعيه بقت هي اللي متقدمه دلوقتي اكتر من الدول الصناعيه، لان الحاجه للمحصولات الزراعيه يعني بتبقى اصعب الحصول عليها من المنتجات الصناعيه، واحنا الحمد لله داخلين في طريق كويس بالنسبه لتنميه الزراعه والاعتماد على الانتاج المحلي في المنتجات الزراعيه، وده هيفيدنا كلنا ان شاء الله. والبنك الزراعي واقف في ظهر الفلاح وفي ظهر المزارع، وان شاء الله باذن الله يجيب الخير ان شاء الله باذن واحد.